السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من جديد نلعب لعبة ضلال العمالقة شادو اوف كلوسس او كلوسس. الحين نروح للعملاق رقم 1 2 3 4 5 6 7 8. هاي 8 الحين 4 وهنا 1 اي 8 هم 16. الخريطة هني عددهم صح 1 2 3 4 5. ثمانية هني 1 2 3 4 5 6 7 8. فعلا 8 هناك 16. ف16 يعني النص احنا الحين او اكثر. ايه لا النص، فبقى النص. وش السالفة؟ السالفة ان هذا يكون هنا. روح. انا مرة نعبر من ذا المكان. هو الجسر هذا. هني قوي كذي معناته انا فنروح السيف. لا اخر مكان كان يعني المغارة هذا والمدخل. المغارة كان فيه يعني فوق او كلا نفس الضباب يعني. في ناس يحبون اللعبة أفضل من زلدة. أوه شيت، مع أن زلدة أفضل منها يعني بواجد. إيش جاب لي جاب؟ هذاك المكان للتخزين. أنا إذا سكرت الحين اللعبة ورجعت من جديد ألعبها يحطونك هناك، لأن البلاد يرجع من نفسه بعد مدة. فكرة انك فكرة اني انا ماشي على الطريق الصحيح. ننزل كله نفس ال شيء. هذا يتحمس. Thank you.
صح كذي كان. فأنا ما أقدر أعدي من هني، فننزل وبعدين ناخذ يمين. في طيور بس حيوانات ثانية ما في. أنا ما أعرف ليش أشيل السيف وما في حد معه. أوه. احتمال اذا مت عند الوحش هو العملاق ارجع هني افضل ما ارجع كل هالمسافة. احتمال انه هذا المكان روح. ما اتوقع ان هذا المكان، بس يلا استكشف ذا المكان. ورجع ليش؟ هم العمالقة يطلعون بالترتيب، يعني إذا رحت حق عملاق يمكن هاي المكان يكون عملاق ثاني، بس هم يطلعون بالترتيب يعني. هذا لا لا طين. وش ذا المكان؟ طين خفيف.
هذا يكون تخزين. هذه المشكلة، لو شفت الفيديو أفضل ما قاعد أدور وأدور وأدور حق مقام. والسيف مش دقيق يعني 100%. أحس إني قربت من المكان. الحيوان يلف، هو ما مو براضي يلف لفة كاملة. يا العبط، قاعد ادور انا وما في شيء. عندي ترك وافضل. اوش
هالمرة فعلا يعني الحصان تعبان. السيف هذا خسيس، إذا رحت هناك شوف ما في مكان. يلا ندور. أبو كأني جاي هنا من قبل، إيه؟ فعلا جيت هنا من قبل. صار ايش ذا؟ يا
بنوقف هنا مع